السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم اخواني، واهلا وسهلا بكم وتحياتي لكم وشرف لي الكبير. ومعكم زياد هادي استاذ آلة العود والنظريات من العراق، وعندنا فيديو جديد. قبل الفيديو عد الدورات الموسيقية اللي هي اول وحدة اللي هي اونلاين مباشرة وياي حضوري، واذهب الى بيت الطالب وشرف لي الكبير. واليوم احنا عندنا ناخذ من مقام العجم اللي هي طالعة من بيت ابوها. كثير من الناس يحبون يتعلموها، فهي دو 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 مي ري دو سي لا صول، دو 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 مي ري دو ري ري، دو 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 مي ري دو سي لا صول، ري 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 مي ري ري دو دو سي دو. في الحقيقة هي تنعزف عدة أشكال، بس بعد ما تتمرن عليها هذا يصير صل 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 فا لا صل فا مي صل فا مي 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 ري مي ري دو 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 ري مي فا صل 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 مع ثمانيات صل 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 فا سبعة لا صل فا مي صل فا مي 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 ري مي ري دو دو عن بيت ابوها. واتمنى انه الشيء البسيط هذا انه الاخوان المبتدئين انه يخدمهم. وشرف لي كبير، موجود رقم الواتساب اسفل الفيديو اللي يحب يشترك بالدورات الموسيقيه. تحياتي لكم ومع السلامه. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.